دايما لما بنتكلم عن الزيادة السكانية الناس بتقول انتوا ليه دايما شايفينها ان هي تهمة وان هي شيء خطير على ارض الواقع؟ ليه مش بتبصوا لنماذج دول شايفين ان الزيادة السكانية عندهم بالعكس دي قوة، وقوة بشرية وقوة عاملة وقوة على ارض الواقع لبلدهم؟ الحقيقة ممكن يكون ده رأي يحترم للغاية، بس على الجانب الاخر لما نشوف معدلات الزيادة على مدار سنة بعد سنة ونشوف ان احنا فعلا من اعلى المعدلات عالميا في الزيادة، كل 15 ثانية طفل، يعني انت بتتكلم ان انت في الدقيقة الواحدة بتزيد اربع بني ادمين عايزين يتعلموا وعايزين ياكلوا وعايزين يشربوا وعايزين يكسوا وعايزين مواصلات وعايزين طرق وعايزين مسكن وعايزين وظيفة. لا، رقم مرعب علينا ان احنا فعلا نقف قدامه. برضو هرجع واقول ازاي نوظف الزيادة دي لصالحنا مش ضدنا، بس قبل ما اعرف ازاي نوظف ده لصالحنا مش لضدنا، عايز اعرف اصلا احنا ليه لغايه سنه 2019 بنتكلم على ان الشخص ممكن يكون مستواه المادي فعلا يكاد يكون معدم وبيجيب بالعشره وبيجيب بال11. محتاجين لغايه دلوقتي مش بس نعرف السبب، لكن احنا ليه مش قادرين نوصل له؟ ليه مش قادرين ان احنا نقنعه؟ ليه هو للأسف اللي بيفرض إرادته علينا؟ بيفرض إرادته علينا في المواصلات اللي أنا بركبها ومش عارف أركبها، بيفرض إرادته علينا في التموين اللي ممكن تقل الحصة يوم بعد يوم عشان هو لسه مستمر عمال يجيب 10 و11 وغيرها. الحقيقة ده احنا مش بس بنتكلم في احتياج مادي أو حتى احتياجات بسيطة من المسكن وخلافه، ده حتى معدل الجريمة اللي مش بس ممكن يكون الحجة والاحتياج. تخيلوا حضراتكم لما يكون في أوضة فيها 10، طب ما أنت معرض لزنا المحارم، وشوفوا زنا المحارم ده ممكن بكرة ولا بعده يأثر في نفسية الطفل اللي طالع بكرة وبعده إزاي؟ هيكون مفرخة إيه للمجتمع؟ وعشان كده الحقيقة سنة 2019 وزي ما قلت لحكم الأسبوع اللي فات للأسف اتكلمنا وبنتكلم وهنتكلم عن ختان الإناث، النهاردة بقى اتكلمنا وبنتكلم وبرضه هنتكلم عن الزيادة السكانية. بيشرفني جدا يكون معايا دكتور حنان أبو سكين، أستاذ مساعد العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. شرفتينا. بحضرتك وبكل سادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معانا. والحقيقة في البداية عايزة أعرف إحنا موقعنا إيه على الخريطة طبقا لمعدلات الزيادة السكانية؟ هل إحنا في مقدمات أو في مقدمة الدول يا فندم؟ طيب مبدئيا خلينا نتكلم بس عن يعني إيه خطورة المشكلة، لأن إذ ربما ناس كتيرة جدا بترى أن الزيادة السكانية ليست بهذه الخطورة اللي إحنا بنصورها سواء في الدراسات الأكاديمية أو حتى في الإعلام. الحقيقة مشكلة الزيادة السكانية هي المشكلة الأم. يعني إيه؟ يعني هي مشكلة قوية جدا بنواجهها، ربما طبعا في دول تانية استطاعت أن تحولها من معضلة أو من مشكلة إلى قوة للدولة، لكن هذا بيحتاج شروط معينة ممكن نتكلم عنها بعدين. بالإضافة لكده بقى إنها يعني بتفرع عنها مجموعة من المشكلات الأخرى نتيجة الزيادة السكانية. طبعا بيحصل إن يتدهور مستوى التعليم، مستوى الصحة، ومستوى الخدمات الأساسية اللي على الدولة وفق الدستور إن هي بتقدمها للمواطنين. يعني بمنتهى البساطة الشوارع والانفراستراكشر بتاعت يعني او البنيه التحتيه للدوله، يعني تخيلي حضرتك ان هي يعني لا تحتمل كل هذه الزياده السكانيه. فبيتفرع عن ذلك بقى مش بس مشاكل في الصحه وفي التعليم او حتى في المرور والحياه المعيشيه اليوميه للمواطنين، ده بيتفرع ايضا عنها مشكلات ربما تهدد يعني بالمساحات الموجوده في الدوله اساسا، خاصه ان مصر من الدول اللي هي يعني بيتركز السكان فيها في مساحه ضيقه مش في كل انحاء الجمهوريه. فبنلاقي عندنا ظواهر طلعت زي البناء المخالف مثلا، البناء المخالف والتعدي على الاراضي الزراعيه وكل ده ليه؟ لان العشوائيات طبعا بالتاكيد، ودي طبعا يعني مشكله يعني شائكه بشكل كبير جدا. فبالتالي عشان كده بنسمي مشكله الزياده السكانيه او الانفجار السكاني اللي احنا بنعيشه ان هو مشكله ام او المشكله اساسيه بتفرع عنها جميع يعني عدد كبير بشكل ادق عدد كبير من المشكلات اللي هي بيعاني منها المواطن في الحياه اليوميه، وتؤثر ايضا على قدره الاجيال القادمه على انها تستفيد من الدوله. وده مش بس مشاكل ماديه على فكره، مش مشكله في ان انا ما الاقيش صحه كويسه او تعليم جيد على المستوى المامول، لا ده ممكن ياثر على مشكلة الانتماء والولاء، لأن لما يخرج أطفال يعني
بيجدوا ان هم كان غير مرغوب في وجودهم او ان هم يشكلوا عبء على الوالدين وعبء على الدوله وعبء على المجتمع، ده هيضعف حاله انتمائهم وشعورهم بالانتماء وفكره الوطن. عشان كده برضو ممكن تتربط بظواهر تانية زي ظاهره الارهاب او ظاهره التطرف. فبالتالي احنا محتاجين فعلا مواجهه جديه لهذه المشكله. طيب يعني احنا عندنا يعني لما نيجي بقى نفكك المشكله السكانيه هنجد ايه؟ هنجد يعني ان هي قائمة على ثلاث أبعاد أساسية. أول بعد اللي هو النمو السكان، يعني نمو السكان بشكل كتير جدا، اللي هي معدلات المواليد عدد السكان بيزيد. ويمكن ده كان سؤال لحضرتك، أنا عايز أعرف ترتيبنا عالميا من حيث الزيادة السكانية، معدل النمو السكاني مقارنة مش بس بالدول المتقدمة، ده كمان يعني مقارنة بأشد معدلات النمو السكاني في الدول النامية. تمام. مبدئيا طبعا الارقام كلها بنرجع ليها للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، لان ده الجهه الرسميه المنوط بها اصدار الارقام في مصر والاحصاءات. انا ربما اقول بعض الارقام بشكل تقريبي لكن لن اخوض في ذلك طبعا لانها دي حاجات متخصصه جدا، لكن بشكل عام اعتقد ان مصر على مستوى العالم ترتيبها الدوله رقم 13 من حيث عدد السكان. ومعدل الزياده السكانيه ان احنا كان عندنا وفقا لنتائج التعداد الرسمي اللي هو التعداد اللي اتعمل فيه اعلنت نتائجه في اكتوبر 2017 بحضور السيد رئيس الجمهورية اللي عمله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان عدد السكان في مصر وقتها يعني 96 مليون في الداخل و10 في الخارج طبعا، يعني وكسور وكذا ألف. طبعا دلوقتي زاد ليه؟ لأن النتائج برضو أو وفقا لكتاب الإحصاء السنوي اللي بيصدر برضو عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإحنا برضو في الإحصاءات بالذات بنرجع للأرقام الرسمية من مصادرها لأن طبعا بتحدث كل سنة، لكن أنا بقول لحضرتك يعني بالشكل التقريبي او يعني العام بخلاف التعداد او عدد السكان. انا عايز اعرف معدل الزياده 200 2 مليون ونص كل سنه. 2 مليون ونص، يعني احنا بنزيد دوله كل سنه. بالظبط، دوله صغيره بنزيد شعب دوله كامل كل سنه. تخيلي بقى ان ده محتاج تعليم، صحه، محتاج مواصلات، محتاج رعايه، محتاج حاجات كتير جدا. كنت بكمل لحضرتك برضو ان يعني المشكله مش بس في النمو السكاني، لا المشكله كمان فكره ايه؟ التوزيع الجغرافي. التوزيع الجغرافي ان زياده متركزه، لازلنا طبعا في الدلتا وفي يعني النيل اللي هو يعني مش بنشغل الصحراء، وكنت بامل يعني ان المشروعات القوميه الحاليه اللي بتقوم بها الدوله تساهم في ان يعني اعاده توزيع سكان، بحيث ان احنا لحد دلوقتي ما بنشغلش يجي تقريبا يعني 10% من مساحه مصر، عندنا مساحات كتير جدا شاسعه للاسف، ممكن ما نكونش بنزيد عن 6-7%. بالظبط، هي هو ده الرقم الدقيق. لكن اسمحي لي ان اقف عند حضرتك او مع حضرتك عند الجزئيه دي اللي هو التوزيع الجغرافي، وكمان لازم اسال حضرتك يا ترى ايه اكثر المحافظات زياده في معدل السكان؟ بس في استفسار لحضرتك من الاستاذ ممدوح من بني سويف. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ ممدوح. مساء الخير يا استاذه عايده. مساء الفل يا فندم، اهلا بيك. وتحياتي للدكتوره حنان. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا. عاوز اعمل دخله بس بسيطه بخصوص الكثافه السكانيه، زي ما كانت الدكتوره حنان اتفضلت وقالت من شويه ان احنا كشعب مصر مركزين في مساحه ضيقه جدا من مصر وبقيه المساحه حوالينا مش هنستغلها باي شكل من الاشكال. ثاني حاجه بسبب الزياده السكانيه هو تعدد الزوجات، ان كل واحد بيتجوز اثنين وثلاثه واربعه، يخلف من دي ثلاثه اربعه وينسى اثنينهم، ويخلف من الثانيه ثلاثه واربعه وينساهم. ما بيتعلموا ولا ياكلوا ولا يلبسوا ولا يتعلموا اي صح او تعليم صح او اكل صح او شغل صح، يعني بيبقى بيخرب من 52% في المجتمع. يبقى في مشكله في التعليم، مشكله في العلاج، مشكله في اللبس، مشكله في الرفاهيه بصفه عامه. ثاني حاجه الطلاق، ان يتجوز واحده ويخلف منها ثلاثه اربعه وبعدين يطلقها ويتجوز غيرها وهكذا وهكذا وهكذا. ليه؟ ده بيسبب تفكك اسري، وبالتالي الاولاد ما بياخدوش كفايتهم من التعليم او العلاج او الاكل او الشرب او اللبس. احنا في مصر محتاجين فعلا وقفه، محتاجين ننشر الوعي والثقافه دي علشان كل واحد ما يقولكيش ان انا معايا فلوس واقدر ان انا مقتدر واقدر اعمل اللي انا عاوزه. لا، انت بتتجوز عشان يحصل استقرار، عشان تخرج نواه المجتمع، تخرج مواطنين صالحين ينفعوا نفسهم واسرتهم ومجتمعهم والوطن اللي بيعيشوا فيه. وشكرا يا استاذه عايده على اشكرك. احنا اللي بنشكرك يا فندم. موضوع التوزيع الجغرافي حضرتك قلتيه، وهو برضو الحقيقه استاذ ممدوح هكرر، وهنتكلم طبعا عن اسباب الزياده السكانيه زي ما قالها، لكن فيما يخص موضوع التمركز الجغرافي، بالاضافه ان احنا عايشين فعلا ايه، احنا في اقل من عشر مساحه مصر، لكن كمان السؤال اللي بيبرز زي ما قلت قبل الاتصال، ايه اكتر محافظات زياده في السكان؟
طيب هو زي ما قلت لحضرتك طبعا احنا بنرجع لنتائج التعداد، لكن خليني اقول لحضرتك الكثافه، يعني اكثر محافظات مصر كثافه سكانيه القاهره والجيزه والشرقيه، ده وفق نتائج التعداد. بصفه عامه كثافه سكانيه متركزه اكثر في الوجه البحري، ولو بتكلم من حيث البيئه السكنيه الريف، الريف في مصر عدد سكانه اكثر من الحضر، بس الفرق طفيف، يعني اعتقد فرق بينهم حدود 3 او 4%. الخلاصات العامه ان احنا عندنا المشكله بقى، لو عايز ارجع برضو فكره التركز الجغرافي اللي اتكلمتي عنه، اعتقد ان احنا محتاجين ده بقى اللي هو دور المحليات، ان احنا دلوقتي محتاجين ان احنا يكون عندنا المحافظات ديت في شغل جيد في ان هي يعني ورعايه جيده للمشروعات القوميه اللي بتتم فيها، عشان تقدر تجذب الناس ان هم يعملوا فيها ويعني يتركوا الاماكن التركز الجغرافي. كان حتى ارتبط بده الفكره اللي طرحها الرئيس في البرنامج الرئاسي، وكانت اعتقد برضو ان هي مطروحه من اساتذه الاداره العامه في مصر، وهي فكره اعاده تعيين الحدود بين المحافظات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المحافظات يعني يتم تقسيمها زي مثلا في الصعيد بحيث يكون لها منافذ على البحر الاحمر، هي تقسيمها بخط عرضي وليس فقط محافظات طوليه، بحيث ان يتم ضم مساحات جديده من الاراضي لهذه المحافظات ويتم اعاده ترسيم هذه الحدود بين المحافظات. ده بخلاف الظهير الصحراوي؟ هي نفس الفكره، يعني فكره ان يكون في توسع في حدود المحافظات، لكن طبعا عشان الفكره دي تنجح لازم طبعا نراعي طبعا التكوينات الاجتماعيه والتكوينات الموجوده في هذه المحافظات، بالاضافه لكده يكون فيها خدمات، لان هو ليه يعني هو ليه اساسا الناس بتتركز في المناطق الضيقه ديت، وليه يعني ان كان على الدلتا او في المحافظات اللي هي يعني على ضفاف النيل فقط، وليه احنا عندنا يعني زياده سكانيه تسببت في هجره كبيره برضو من الريف الحضر بسبب تركز الخدمات. هو المواطن بيبحث عن خدمه، فاذا كنا بنريد يعني معالجه برضو، يعني لان طبعا اسباب العلاج هتكون طبعا على المدى القصير وعلى المدى الطويل، اذا كنا بنريد في معالجه لهذه الظاهره ايضا هنحتاج ان تكون المشروعات التنمويه موجوده وموجود ليها مواصلات وخدمات، والا هنجد ان الناس لن يعني تقيم بهذه المحافظات. طب بالنسبه بقى المشروعات والخدمات، يمكن واحنا بنتكلم على تعداد سكان مصر دايما بتقول انتوا دوله عفيه، دوله قويه، النسبه الاكبر من الشباب، انتوا زعلانين ليه؟ ده انتوا المفروض تفرحوا. هقول لحضرتك، اولا ده بيعرف علم دراسات السكان بالنافذه الديموغرافيه. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا فرصه ان عندنا عدد سكان كتير جدا فيهم شباب. ان حتى الدول الاوروبيه على فكره مشكله فيها الشيخوخه. تمام؟ لكن يعني ما عندهمش نسب عاليه من الشباب، يعني احنا في مصر تلتنا شباب، يعني لو احنا اخذنا بالتعريف الواسع للشباب اللي هو بيمتد لحد 35 او 40 سنه، لكن لو اخذنا في الشريحه اللي هي وفق التعريفات يعني مرحله اللي هي 15 سنه ل 25 او 29 بنجد ان احنا تقريبا في حدود التلت. هي المشكله في ايه يا فندم؟ المشكله في خصائص السكان. أي شباب؟ الشباب اللي بيهاجر هجره غير شرعيه، الشباب اللي هو غير متعلم، الشباب اللي عنده بطاله، الشباب غير الواعي. لا، أنا مش محتاج عدد، أنا محتاج كيف، محتاج يكون. وده على فكرة يعني البعد الثالث من بعد المشكلة السكانية. أنا قلت لحضرتك على بعدين، البعد اللي هو خاص بالنمو السكان والبعد الخاص بالتوزيع الجغرافي، أما البعد الثالث هو خصائص السكان. يعني إيه خصائص السكان؟ يعني تعلمهم، ماذا ما يحصلون عليه من خدمات ورعاية صحية. يعني مثلا في تعداد 2017 وأنا بعمل قراءة لخصائص السكان فيه، السؤال اللي هو بتاع الخاص بمدى حصول المواطنين على تأمين صحي، يعني على ما افتكر النسبة ان 50% فقط من السكان هم لديهم تأمين صحي. يعني اذا كان يعني هذه خدمات اساسيه محتاجينها. من خصائص السكان ايضا ان هو يكون قادر على المنافسه في سوق العمل، فبالتالي عدد كثير لكن ربما عدد غير مؤهل، عدد يعني بينتشر فيه الفقر، والنسبه المخيفه جدا اللي احنا للاسف حتى الان بنعاني منها والمفروض ان احنا تخطيناها، لان في دلوقتي الكمبيوترز واللابتوب والحاجات دي والسوشيال ميديا وكل الانترنت والثقافه التكنولوجيه عامه، لازال عندنا اميه، ونسبة الأمية عالية جدا بين السيدات، يعني هي بين الرجال 21% لكن الأمية بين السيدات في مصر 30%، وده معدل مخيف الحقيقة، محتاجين إن احنا نشتغل عنه. فبالتالي يعني عشان كده قلت لحضرتك هي مشكلة أساسية بتفرع عنها جميع هذه المشكلات الفرعية. صحيح. خصائص السكان يعني مش عايزة أقول يعني متدنية، يعني مش عايزة إن احنا نكون يعني متشائمين، لكن أقول هي أقل ما يليق بمصر كدولة رائدة في المنطقة. وضحت الفكرة. اسمحي لي احنا نستقبل الدكتور هند نجيب، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. شرفتينا، أهلا بحضرتك يا دكتور.
اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. بما اننا بنتكلم عن الزياده السكانيه وحضرتك استاذ قانون جنائي، عايز اعرف هل في مصر عندنا اي تشريعات خاصه لمواجهه الزياده السكانيه؟ اتمنى تكوني سامعاني كده يا فندم. لا للاسف مش سامع حضرتك كويس. طيب كده كويس، لو زمايلنا في الكنترول يساعدونا. كده صوت كويس يا فندم؟ ايوه كده كويس، اتفضلي. اهلا بحضرتك معانا، وكنت لسه حالا بقول مش معقول يكون معانا على تليفون استاذ للقانون الجنائي وما نسالش هل في مصر في قوانين في تشريعات خاصه لمواجهه الزياده السكانيه ولا لا؟ لا، هو احنا ما عندناش تشريع بيعالج الزياده السكانيه بصوره مباشره، يعني ما عندناش تشريع خاص بالزياده السكانيه، لكن ولو حتى بصوره غير مباشره. يعني عندنا هل لا يعني عندنا قانون مثلا مكافحه زواج الاطفال، الزواج المبكر؟ احنا عندنا مثلا بعض القوانين اللي ممكن تساهم ولو بصوره جزئيه في حل الازمه السكانيه، زي مثلا قانون تحديد سن الزواج، وزي قانون التعليم. يعني انا عندي قانون تحديد سن الزواج كمان في مقترحات جديده المفروض هتعرض او عرضت بالفعل على مجلس الوزراء لتمهيد لحالتها للبرلمان، علشان هتعمل يعني هيبقى في عقوبات هتصل لسبع سنوات للمتورطين في زواج القاصرات، والاول مره هيكون في عقوبه لولي الامر والمأذون في حالات زواج القاصرات. ويمكن في اغسطس 2018 كمان كان في مقترح بالرفع السن من 21 ل 21 بدل 18. هو طبعا واجه انتقادات شديده جدا جدا، يعني مجرد بس عرض الفكره، ولكن احنا عندنا امل ان شاء الله ان يبقى في بعض الحلول. يمكن دي ده من اكثر القوانين ان شاء الله اللي ممكن يكون ليها تاثير. وعندنا كمان قانون التعليم، يعني قانون التعليم لو تم تفعيله والزام بصوره جديه لقواعد قانون التعليم، والمشكله كمان قانون التعليم اللي هو الالتزام بالتعليم في المرحله الاساسيه وعدم التسرب او عدم التسريب. يعني بالظبط كده، انا عندي تسع سنوات تعليم اساسي والزامي لازم الطفل بيتعلمه، وفي المفروض ان دي عقوبه على ولي الامر لو انه الطفل ما تقدمش وتتكرر المخالفه وتتكرر العقوبه. لكن عقوبات يعني زايده جدا، 10 جنيه غرامه. فطبعا المفروض ان احنا طالبنا بقى ان شاء الله يعني العقوبات دي تزيد اكتر، وتفعيل القانون اكتر، والاهتمام فعلا بمنع تفرغ الاطفال من التعليم الاساسي خاصه الفتيات، لان ده هيقلل لي بقى الزواج المبكر وهيرفع الفكر، يخلي البنت عندها طموح عايزه تدرس تكمل، ما يبقاش في زواج مبكر، ما يبقاش في قصر الانجاب. فقانون التعليم لو يعني اتفعل ولو العقوبات زادت بالقدر اللي ممكن يعني يخليه لي صفه الالزام فعلا بجد، ممكن ده برضه يساهم شويه في حل الازمه السكانيه. لكن طيب أنا حضرتك اتكلمت يا دكتور عن تعديلات منتظره جديده خاصه بتغليظ العقوبه للناس اللي بتجوز بناتها في سن صغير فيما يعرف بزواج القاصرات، وقلت ان العقوبه هنا هتكون لولي الامر وهتكون كمان للمأذون. لكن السؤال، هل هيبقى عندي فعلا اليه وضمان لتطبيق تغليظ العقوبه؟ يمكن كان معانا الخميس اللي فات شرح للقوانين مثلا الخاصه بختان الاناث، لكن الضيفه قالت لنا انه للاسف مفيش ولا دكتور يتحاكم لغايه دلوقتي، فهل اقدر اقول انه اهم من القانون هو التفعيل والثقافه الخاصه، ان انا لا ده انا ممكن يعني عشان اواجه زواج القاصرات حتى لو الشخص ده عزيز جدا عليا، لا ده انا ابلغ عليه بالوقايه علشان البنت دي بكره وبعده حتى ما تدعيش عليا، مش بس عشان مصلحه مصر كلها. اصلا لما تقولي مصلحه مصر يقول لي ده كلام براق، ده كلام انشاء. احنا محتاجين وعي، احنا محتاجين شويه وعي للناس، لازم الناس تفهم ان دي قوانين لصالحهم. احنا مش ضد الناس، ولا اللي بيصدروا القوانين ضد الناس، بالعكس لازم الناس يبقى عندها وعي ان تطبيق القوانين دي فايده ليهم مش ضرر ليهم، بالعكس. دي محتاجه بقى شويه تدخلات اكتر من طيب الاعلام. حضرتك اتكلمتي عن المأذون، لكن احنا عندنا ماساه وقنبله موقوته، هي ان انا يبقى عندي بنت كده حاجه مفيش 11 12 سنه واتجوزها لشخص ثري ممكن يكون من بره مصر طبعا، وبالتالي بتبقى ورقه عرفيه شكل من اشكال الزواج المسيار و الى اخره، ده هقدر اواجهه بالقانون ولا لا؟ طبعا انا لما هعمل عقوبه لزواج القاصرات هيشمل كل هذه الصور. انا مش اي قاصر سواء بقى اي صوره من صور الزواج، كل ده هيدخل تحت طائله العقاب، حتى لو هو غير موافق يا فندم. كل العقود، كل الناس اللي تحت السن زواجهم ما بيبقاش موافق. احنا كمان طالبنا وبنطالب وعملنا توصيات خلال المؤتمر، بس يقال ان الدفاتر بتقعد عند المأذون وبعد كده يعني يوثقها فيما بعد، الكلام ده صح ولا لا؟ ما هو كده، ما هو مش موافق.
يعني نزل الزواج مش مصر. احنا بقى بنطالب ان توثيق عقود الزواج يكون الكتروني عن طريق برامج بتكون فيها كل يعني يكون مقيد فيها كل المواطنين، بحيث ان اصلا البيانات ترفض ان هي تنزل لو جيت عمل عقد زواج لو كانت المتزوجين تحت السن، فمش هيعقد اصلا العقد من اساسه. ودي حاجات احنا بنطالب بيها جديدة ممكن تساعد في التخفيف من حده المشكله دي. تمام، بس على الاقل الورق اللي بيتركن عند المأذون هيتكشف بكره وبعده، لكن الورق اللي بتتقطع العرفي هتتكشف ازاي بكره وبعده؟ ما هي دي طبعا مشكلات بقى كبيره جدا جدا احنا بنواجهها، وهي طبعا بتساهم في الازمه الكبيره اللي احنا فيها. يمكن ده اللي خلى بعض نواب مجلس الشعب بقى بداوا يفكروا في وضع تشريع جديد لتنظيم الاسره، وبدات بعض القوانين تطرح بالفعل، هي يعني لم تطرح بصوره رسميه او لم تناقش بصوره رسميه في مجلس النواب، ولكن للاسف الشديد لان اللجان اكتشفت ان هي فيها عيوب دستوريه كتير، يعني هتقلها هيدفع يعني في معظمها بعدم الدستوريه، هيتقلك ضد حريه الانسان. اه بالظبط، هيقول يعني عشان هي كلها بتعتمد كل معظم اللي تقدمه على عقوبات ان احنا نحرم الطفل الرابع في الاسره او الطفل الثالث في الاسره من الدعم او كذا، فطبعا ده هيصطدم بالدستور، فده عمل لي مشاكل كتير، وده خلى مجلس النواب يمكن طبعا ما فيش اي قانون تم مناقشته، وصرحوا ان هم يعني معظم النواب قال ان هم هيحاولوا ان هم يوفقوا الاوضاع، يتعمل قانون عن طريق الحوافز الايجابيه، يعني مش عقوبات، نعمل حوافز ايجابيه للاسر المتميزه، ندخل اولادهم التعليم الجامعي مثلا مجانا، المتفوقين ندخلهم مدارس متفوقين. بس بس المصيبه ان العدد في الليمون، يعني هنعلم مين ولا مين ولا مين، ده ملايين. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور هند نجيب، استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، وبستاذن حضرتك ان احنا معانا استفسار كمان الاستاذه ايمان من الاقصر. اهلا بيكي معانا يا فندم. مساء الخير يا دكتور عايده. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك عامله ايه؟ انا بخير، اتمنى تكوني بخير يا رب. الله يخليكي، دايتي سلامي للدكتوره حنان عند حضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضلي. معلش يا دكتوره، هو في نوعين بلسم مش موجودين هنا عندنا في صيدليات الاقصر خالص، دورنا عليهم مش لاقينهم خالص. النوع اللي اسمه سيلست وجينيرا اللي هو لمنع الحمل، ده وسائل تنظيم الاسره مش كده؟ نعم، وسائل تنظيم الاسره. ايوه، فاحنا مش لاقيين وصدقيني خالص، وبعد كده هم من النوعين دول من الانواع الغاليه، فيا ريت يتوفر في صيدليات الاسره. الله يخليكي. تمام، يعني عايزينهم في الفتره دي ينزلوا، لاننا لينا فتره طويله بندور عليه مش لاقينه في اي صيدليه في مصر خالص. حضرتك فجرتي جزئيه مهمه جدا، اشكرك الحقيقه. فجرتي جزئيه مهمه جدا، يعني هي هتجيبه على حسابها الخاص ومش متوفر. بالزبط. دي مصيبه. امال الوحدات الصحيه بيتوفروا بالمجان ولا لا؟ لا يعني مش كله. انا هقول لحضرتك مبدئيا ده كان يعني هنتكلم عنه في اسباب زياده سكانها، في اسباب كتير جدا اقتصاديه واجتماعيه، وفي اسباب خاصه بوسائل تنظيم الاسره نفسها. اولا زمان كانت يعني برامج تنظيم الاسره اعتقد على درجه عاليه من الفعاليه في الثمانينات او في التسعينيات، لان كانت بتوفر هذه الوسائل بالمجال للسيدات، يعني السيده كانت بتجد هذه الوسائل متاحه وفي توعيه وهتستخدمها ازاي وبهذا الشكل، فكان بيبقى مش بس في الثمانينات، ده حتى في السبعينيات جاب نتيجه. احنا بنشوف ناس في السبعينيات فعلا عندها طفل واحد وطفلين، بقوا دلوقتي رجاله يعني وستات عاملين اسر. فشيء غريب ان احنا دلوقتي مش جايبين نتيجه، وفي السبعينات والثمانينات كان في نتيجه. فمشكله اساسيه ان وسائل تنظيم الاسره يعني غير متاحه لجميع السيدات، السيدات بتشتريها على حسابها، لا توزع بالمجان. في بعض الوحدات يعني في اعتقد وزاره الصحه بتقول هي بتوزع في مجان، بس يعني ده في بعض الوحدات وما بتبقاش متوفره كل الانواع، لان اعتقد ان كل سيده بتناسبها وسيله غير الاخرى. فبالتالي ده غير متوفر يعني. وفي مشكله كمان اعتقد برضو ان حتى الان ان وسائل تنظيم الاسره اللي هي بتتم استيرادها من الخارج عليها ضرائب كتير او في رسوم، فده بيخليها غاليه. فاعتقد ان الحل الامثل لحاجه زي كده هو ضروره توفير هذه الوسائل. ما اعتقد يعني ليه ما تصنعش في مصر؟ هل هي صعب انها تصنع في مصر، ام ان الموضوع له علاقه بالشركات المصنعة والمنافسة بينها وتحقيق ربح؟ في حاجات ما ينفعش فيها يعني يكون المنطق هو المكسب والخسارة والربح. ليه؟ لأنها بتنعكس على الأمن القومي للدولة ككل وتهديد ليها. دي مشكلة
ذات بعد قومي وبعد اجتماعي ومتشابكة وبتنعكس على المجتمع ككل. فبالتالي على الدولة أنها تتدخل يعني لإنشاء المصانع أو نقل حتى يعني معرفة ما هي يعني حتى لو مش كل أنواع ممكن يتم تصنيعها في مصر، يتم تصنيع الأنواع اللي هي متاحة في مصر ويكون عندنا تجربة مصرية رائدة في هذا، أو على الأقل تجد الدولة وسيلة في توفير هذه الوسائل للسيدات. يمكن ده السبب الأول اللي هو خاص بأن نقص وسائل التنظيم غير متوفرة، أو يعني المتوفر عايزة منها. أتأكد من حاجة تاني، مش كل الوحدات الصحية بتقدمه بالمجان حتى في المحافظات اللي احنا عارفين أن فيها معدل سكان كبير؟ بص حضرتك، في شغل على الورق وفي شغل على الأرض. أنا بقول اللي على الأرض، أنا ما بنزل دراسة ميدانية أو بنسأل أو بنقرأ أبحاث أو دراسات ميدانية رصينة، السيدات بيقولوا لا مش لاقية الوسيلة دي في الوحدة. كون بقى على الورق إن إحنا عندنا الوسائل دي ده موضوع تاني، أنا ما بتكلمش على الورق. Yeah. أنا ما بتكلمش على، ما إحنا عندنا استراتيجية قومية للسكان 2015-2030 عندنا كلام رائع جدا، لكن إحنا بنتكلم كلام علمي. طب كلام علمي منضبط. هنواجه إزاي الزيادة السكانية من غير وسائل تنظيم الأسر؟ ده سؤال للدولة مش ليا. السؤال اللي بعد حضراتكم كده، تواصلتم في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مع وزارة الصحة مع الناس القائمين على البرنامج الخاص ب مش هقول مكافحة الزيادة السكانية ولكن للحد على الأقل من الزيادة السكانية؟ شوفي يا أستاذ عايدة، هو مبدئيا عشان بس تبقى الدنيا واضحة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية جهة علمية رصينة دورها أكاديمي، يعني بينظمها قانون تنظيم الجامعات. تمام، احنا بنعمل الدراسات العلمية وعندنا قسم بحوث سكان وعندنا دراسات علمية رصينة وبنقدم نتائجها لصانع القرار. التنفيذ احنا مش جهة تنفيذية، الجهة التنفيذية هي اللي ربما تسأل عن ذلك. احنا دورنا تقديم هذه النتائج العلمية لصانع القرار ونقول لصانع القرار خلي بالك مثلا في الأقصر أو في المحافظة الفلانية ما فيش وسائل كذا، في مشكلة في المحافظة الفلانية، احنا اشتغلنا ودي نتيجة الشغل العلمي المنضبط. صانع القرار هو اللي مسؤول ان هو يأخذ بهذه النتائج وينفذها. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، أنا هنا في البرنامج بتكلم عن نتيجة دراسات علمية اللي أنا قمت بيها، مش بمثل المركز، يعني احنا مش بتكلم عن دور المركز بشكل مؤسسي، يعني احنا المركز ربما ليه جهود معينة، أنا يعني بتكلم هنا بشكل علمي كحنان كباحثة أو كدكتورة، لكن حضرتك لو عايزة دور المؤسسة ربما يتم التواصل مع المركز بشكل مؤسسي مش بتواصل شخصي معي. طيب من خلال الدراسات اللي حضرتك قمت بيها بصفة شخصية، حطيتي إيدك على الأسباب إزاي؟ بمعنى هل الأب والأم بيخلفوا كتير عشان بكرة وبعض دول يبقوا عزوة؟ هل الأب والأم بيخلفوا كتير عشان خاطر ده أنا بنشر الدين والجزء فيه فعلا وازع ديني لغاية يومنا هذا؟ ولا إيه الأسباب اللي هو قلناها بترتيب الأولويات أو بترتيب فعلا الأهمية اللي حضرتك رصدتيها؟ حضرتك عندك فيه بعد اقتصادي. البعد الاقتصادي ان في فقر كتير في مصر، نسبه الفقر مرتفعه وفق النتائج التعداد والنتائج الرسميه. الفقراء بيخلفوا علشان العيال تشتغل ويجيبوا لهم دخل، يعني هو لا يهتم اطلاقا بان هو يخلف ويربي ويعلم ويشوفه يعني حاجه مكانه كبيره. طبعا في اسر يعني بتكون ده املها، لكن في اسر بتكون فقيره ونستغرب هم بيخلفوا كتير ليه، علشان هؤلاء الاطفال بيعملوا وبيدروا دخل على الاسره، وعشان كده احنا عندنا ظاهره اخرى متفشيه هي ظاهره عماله الاطفال. فده سبب اقتصادي. في اسباب تانية اجتماعيه خاصه بنقص الوعي، يعني فكرة وثقافية، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن التفكير الفتيات أيضا أو يعني السيدات في مصر في كتير منهم تفكير عام أن فكرة العزوة زي ما حضرتك تفضلت وأشرتي، طبعا فكرة أن يعني سند، فكرة ان هؤلاء يعني العدد الكتير ده يعني التربي، يقول لك التربي واحد تربي عشرة هي كده كده المجهود ما فيش مشكلة. وعايزة اقول لحضرتك بقى في يعني برضو كنت عايزة اتكلم في الاسباب الاقتصادية، لان اهم حاجة بطالة الاناث. السيدات في مصر بيروحوا فين؟ هي لو هي صغيرة ممكن بتتزوج مبكرة لو من اسرة فقيرة، ولو اتخرجت من الجامعة ما بتشتغلش. حضرتك النتائج العلمية بتأكد او الارقام العلمية بتأكد ان البطالة في مصر بين الاناث 3 أضعاف البطالة بين الذكور. القطاع الخاص لما يجي يشغل او يوظف بيفضل يعني رجل وليس فتاه، او بيفضل شاب وليس فتاه عشان ما تاخدش اجازه للانجاب او واجازات، لان القطاع الخاص بمنطق الربح والخساره، وبالتالي ممكن عشان هي فاضيه مش بتشتغل ان هي تتجه ان هي تشغل فراغها بالانجاب. حاجه تقصدي مش بتشغل فراغها، بس هي هتعمل ايه لما تخرج من الجامعه ما بتلاقيش شغل؟ بتتجوز. بتتجوز في سن كام؟
احنا بنتكلم على وصلت لمرحله الجامعه، مش اللي اتسربت من التعليم واهلها يعني خلوها تتزوج مبكرا، بتتزوج وهي في سن 21 سنه او 22 سنه، يعني عندها عمر انجابي طويل جدا، فبالتالي منطق الاشياء ان بيكون احتماليه انها تنجب اطفال اكتر بشكل كبير. بس احنا عندنا ثقافه انه يعني حتى لو متعلمين واسر متعلمه انه لا الجواز اهم من ان هي تكمل تعليمها، او خليني حتى اقول حتى لو كملت تعليمها لا ده الجواز اهم من ان هي تشتغل وتتبهدل، بمعنى فعلا زي ما بنشوف حتى على الفيسبوك البنات ليله الامتحان يقولوا الله يخرب بيتك يا قاسم امين، الله يخرب بيتك يا قاسم امين، حاجه غريبه جدا يعني الواحد عايز يتقدم عايز يحس بنفسه ولا اخره، وهم عايزين لا ده عايزين يتجوزوا من ثانوي. يعني لا ربما دي افكار لا يتم الحكم عليها، الافكار طبعا لسه غير ناضجه، لكن هي لانها مش شايفه عائد من التعليم، ما حضرتك هي الطفله او الشابه او الفتاه بيقول لها طب انت بعد ما تعليمي هتعملي ايه؟ ما هو يعني البطاله متركزه جدا بين الشباب الجميع خاصه الفتيات، وانا زي ما قلت لحضرتك هم ثلاث اضعاف البطاله بين الذكور، فبالتالي دي اشكاليه كبيره جدا، هي مش بتشتغل. بس عشان الكلام لا يؤول بشكل خاطئ، احنا مش ضد الجواز طبعا، لا بس ضد طبعا، بس احنا مع الجواز في سن فعلا البنت قادره تفتح فيه بيت، وفي نفس الوقت بعدد من الاطفال يعني معتبر مش 10 11 2 3. خليني استقبل محاكي الاستاذ سفيه من قنا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا استاذ سفيه. يا استاذ اهلا وسهلا يا فندم، شرفتنا. اهلا بيك. امين من ملاوي. نعم امين من ملاوي. حضرتك استاذ اميل؟ طب اهلا وسهلا. أيوة استاذ اميل من ملاوي. اه ده حضرتك مش استاذ سفيه من قنا خالص. اهلا وسهلا يا استاذ اميل، شرفتنا. المحافظه المنيا، شرفتنا، احسن ناس. مداخله حضرتك ايه؟ اتفضل. الزواج اكثر من اربعه ده يعني هو ده المشكله. هي بتتكلم على تعدد الزوجات يعني؟ تعدد الزوجات. تمام. ايه كمان طيب؟ وبعدين اطفال الشوارع اللي بتسبب في مشاكل وارهاب وحاجات زي كده، ايه ينفع الكلام ده؟ تمام. طيب استاذ ايميل عندكم في المنيا بشوف ان الناس فعلا لسه ما زالت بتجيب بال10 وبال11 طفل؟ ايوه 8 7 اكتر من كده كمان. اكتر من كده؟ يعني مين هيجيب اكتر من 10؟ سن الزواج عند 12 سنه و13 سنه. يعني حضرتك شفت حالات عندها اكتر من 10 اطفال؟ ما فيش اي عقاب للموضوع ده خالص. اشكرك يا استاذ ايميل، الحقيقه صدمني لما بقول 10 11 بيقول لي لا ده اكتر من كده، فعلا في ناس ممكن تجيب اكتر من 11 طفل. يعني هي الفكره في ان هو عدد كبير ايا كان 11 او 10 هو طبعا او 9 او حتى 4 او 5 ده كتير، عشان كده بقول لحضرتك الفكره الاسباب الاقتصاديه، ان يعني مثلا ليه بقى؟ خلي بال حضرتك ان عدد كتير من يعني مصر احنا نصها ريف، فعدد كبير من يعني ودي والريف بيحتاج ان الابناء يعملوا في الحقل، يعملوا يعني مش نمط انتاج حديث، يعني بيحتاج عدد قليل، فبالتالي فكره العيله وفكره عدد كبير من الابناء ده بيكون بيساعد الاباء، فهم بيكون عندهم ثقافه ان هم دول هيساعدوهم ويكونوا مصدر قوه اقتصاديه ليهم، بالاضافه لكده طبعا احنا عندنا اسباب دينيه ربما ان يعني عدد كبير. انا بنشر الدين. هو يفتكر ان يعني لا ان هذا يعني تفسير خاطئ، يعني انه يقول لك مثلا ان لا ما هو في كل الاحوال يعني انا يعني استند لاسباب يعني دينيه ان يعني ان هو ليس لتنظيم النسل، مع ان القران ما فيهوش اي حاجه تمنع تنظيم الاسره ولا الانجيل ولا الاديان السماويه، يعني هذه يعني في مساحه للانسان ان هو يتحرك فيها، يعني هذا لا يخالف الدين ولا يخالف الشرع. وهل اقدر اقول نفس الكلام بالنسبه لتعدد الزوجات؟ يعني تعدد الزوجات في غضون بنسمع وبنقرا ان هو متاح لحالات معينه مش للكل، ولا ايه؟ ارجوك حضرتك طبعا تصلحي لنا. لا انا مش متخصصه في تعدد الزوجات، فمش هقدر اتكلم في منظوره الديني عشان اكون امينه مع حضرتك، لكن بالاساس اعتقد ان هو ليه ضوابط في حدود معلوماتي، طبعا ليه ضوابط وعلى الاقل بما يحفظ كرامه المراه وعدم تهانه، يعني مثلا تكون المراه الزوجه الاولى مريضه او غير قادره على الانجاب، او يعني في ظروف معينه وضوابط معينه في هذا الموضوع. لكن على فكره هو احنا محتاجين نرسي ثقافه ومحتاجين نرسي وعي. ليه؟ لان في مشكله اساسيه هي برضو بتواجه تنظيم الأسرة حاجة. طيب دايما هقف بس معاكي عند الجزئية دي، حاجة بتقولي عايزين نورثي ثقافة ووعي، الدولة قادرة على ده؟ الدولة الناجحة على ده؟ يعني احنا لسه حالا كنا بنتكلم الدولة عايزة تحد من الزيادة السكانية، حاجة بتقولي دي مش بتوفر أصلا وسائل تنظيم الأسرة. طيب على الجانب الآخر لو توفرت الإرادة السياسية
لو توفرت الإرادة السياسية قادرين حقيقي. بصي هو في مصر ده عشان يقل لي بقى للسياسة السكانية. شوفي حضرتك، هي السياسة السكانية في مصر حصل فيها مراحل انقطاع ومراحل استمرارية. يعني احنا لو عندنا سياسة سكانية ثابتة موجهة لمستهدفين او يعني لفئات معينة وبشكل مستمر وبنعمل تقييم لهذه السياسة السكانية ما كناش وصلنا لما وصلنا اليه اليوم من هذا العدد. ممكن توضحي يعني ايه فترات انقطاع؟ يعني ابسط مثال مثلا ان بيتم تسليط الضوء على القضيه عندما اهتم صنع القرار. يعني الرئيس السيسي اشار لفكره السياده السكانيه، كان حتى هو في وهو بيحضر نتائج التعداد في 2017 قال ان هو صدم او يعني اتفاجئ بعدد زواج القاصرات الكبير. هذا العدد تقريبا كانوا 118 الف حاله. ليه؟ لان يعني صنع القرار غير مهتم. فكره الانقطاع هدي حضرتك مثال ان فتره 2012 لما حكم تيار الاسلام السياسي، هذا التيار لم يهتم ابدا بقضيه تنظيم الاسره، بالعكس كان يعني بيرى ان يعني انها لا تمثل مشكله كبيره او لم يكن هناك اهتمام. وده شهد على فكره تراجع في المؤسسات. يعني مثلا ما تشوفي الندوات او التوعيه او كده تلاقي ان مؤسسات الدوله مش تعمل مثلا في الفتره دي ما عملتش توعيه عن خطوره تنظيم الاسره، يعني خطوره في الفتره دي بس ولا حتى يومنا هذا. يعني فين دلوقتي الحملات؟ يعني دلوقتي انا لما بقرا على مواقع مثلا حمله اتنين كفايه انا مش شايفاها في التلفزيونات. موجوده. يعني انا شفت هذه الحمله وعدد كتير من المواطنين شافوا هذه الحمله، ممكن حتى بس بالكثافه زي بتاعه زمان. الواحد يفتكر وهو صغيرين الاغنيه مشهوره حسنين كان زينه والله ومراته كمان تمام والحاجات دي كلها، وكانت فعلا بتجيب نتيجه. دلوقتي في ضغط ده بشكل محبب كده ولذيذ ولطيف زي حملات البلهارسيا زمان، حملات جفاف الاطفال. ما هو انا هرجع احنا كنا بنحفظها، كنا بنقعد كده واحنا صغيرين حتى نحفظها. كانت لما خفيفه كانت محببه للاطفال والكبار يمكن حتى. حالا يمكن زميلنا المخرج بيقول لي ده حمله اتنين كفايه منتشره قوي في مترو الانفاق. ما انا بقول لحضرتك هي منتشره كويس وهي واصله للناس، لكن نتائجها اعتقد يعني صعيد مصر ما فيهوش مترو انفاق. لا ما فيهوش مترو انفاق. ما فيهوش مترو انفاق بس في تلفزيون. يعني هي بتيجي في تلفزيون. بس هو في حاجه عشان نكون يعني بنتكلم بشكل علمي، في استطلاعات راي عملها استطلاع راي انا متاكده ان هو اتعمل في مركز دعم اتخاذ القرار عن هذه الحمله وبيقيم مدى نجاحها والمثاليه. فاعتقد ان ربما ممكن الحمله اتعملت بس ربما مثلا ان فيها برضو قدر من التهكم شويه على ابناء طائفه معينه، يعني فئه معينه او مكان معين. يعني اعتقد ان الحمله محتاجه ان الرساله الاعلاميه توصل المواطنين بشكل بسيط. الحاجه الثانيه في 30 ثانيه واشكرك. ما هو الاعلام مش يعني بيكون بس هذه يعني مدفوع الاجر. فعشان مؤسسات الدوله تعمل اعلانات وحملات توعيه محتاجين الاعلام الخاص يساعد في هذا لانها مشكله ولا في صوره التبرع بالظبط وان شاء الله حتى تتخصم من الضرائب. لكن اعتقد بيكون صعب ان مؤسسات الدوله تتحمل هذه نفقات الاعلانات لانها غاليه جدا. وضحت الفكره. انا بشكرك وللحديث بقيه اكيد دكتور حنان ابو سكين استاذ مساعد العلوم السياسيه بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، شرفتيني. شكرا لحضرتك يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا وشكرا لكل مشاهدينا على المتابعه. نشوفكم دايما يا رب بكل خير. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.